السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملو الدرس ديالنا، مازال نشرحو في الدرس الديكلاراسيون ديال لي فاريابل و جينيرال. الديكلاراسيون ديال لي فاريابل نقوم بالشرح ديالها. كيف ما قلت لكم غيكون كتكون من تروا بارتي، بارتي ديال لونتيت و بارتي ديال ديكلاراسيون و بارتي ديال ديبي. دابا غادي نشوفو بارتي ديال ديكلاراسيون ديال لي فاريابل. بارتي ديال ديكلاراسيون هي هادي فاريابل. انا واحد كتبنا هنايا، قمنا بالديكلاراسيون ديال ربعة ديال لي فاريابل. الفاريابل الاول سميتو اكس، الفاريابل الثاني سميتو ايكغيك، الفاريابل الثالث سميتو سي اش، الفاريابل الرابع سميتو تيس. كي واحد الامر هو ان لي فاريابل كاش غير نوع واحد هو اونتي، هو غالبا تكون في التمارين بزاف كيتعاملوا مع اونتي مع الاعداد، كيكون وانما راه مكاينش غير متغير واحد، كاين بزاف الانواع ديال المتغيرات. مثلا عندنا اكس اون تي، ايكغيك كاركتر يعني حرف، حرف ياخد رمز ماشي حتى حرف، كاركتر عبارة هي رمز. اذا مثلا جوج راه رمز، دي رمز، جو مثلا كيغيمي رمز، معقوفتي رمز، بلوس رمز، هذا كاركتر كيتسمى في البيس. اي حاجه بوحدها كتسمى كاركتر رمز. مثلا سي اش شندو كاركتر، شندو كاركتر عباره عن جمله. مثلا بونجور سي ان شندو كاركتر، بونجور بونجور تو الموند، و اون بليس اون بليس اون بليس جمله وصافي، جمله اون فرونسي ولا حتى اون عربي لو بغيتي. لا يمكن ندخل العربيه مع الفرونسي، يمكن لك تدخلها جو بونس، مأكدش. المهم أي حاجة فيها جملة بالحروف راه شندو كاركتر. التست هو عبارة عن متغير بولين، بولين معناه لوجيك منطقي، يعني كياخد هاداك التست كياخد جوج قيم فقط يمكن تعطيها، يمكن كيف ما قلنا أن لي فاريابل يمكن تعطيهم قيمة في منطقة ديال لو كور، تما كياخدو القيم ديالهم. التيست هو تيست يمكن له ياخذ جوج قيم فقط، يا اما كياخذ قيمه فغي ولا قيمه فو. صافي سي فاسيل. كما قلنا الاعلان عن وجود المتغيرات في منطقه الاعلانات، هذه منطقه الاعلانات. في منطقه ديال لوكوغ نقوم بإعطائها قيمه لاحقا في المنطقه بين البدايه والنهايه، هذه هي منطقه لوكوغ، هي منطقه ما بين البدايه والنهايه. سي فاسيل هادشي، اتمنى تكون استوعبتو، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.